السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده في تجربه جديده من تجاربي في امريكا. وتجربتي النهارده هتبقى اوت بوكسنج وريفيو عن شويه منتجات واوردر انا طالباه من شي ان. طبعا العيد خلاص فاضل عليه تقريبا يعني 20 يوم واقل كمان، فدي حاجات كده للعيد. انا لسه الاوردر وصلني وهفتحه دلوقتي معاكم، وبعدين الحاجات اللي محتاجه تتقاس نقيسها ونشوفها مع بعض. الاوردر ده زي ما قلت لكم حاجات للعيد، فانا جايبه فيه شويه اكسسوارز ليا لاولادي وشويه حجابات طرح خفيفه علشان خاطر الحر وكده، وشنط كمان علشان العيد. فهخلي الاكسسوارز هم محطوطين اهم على الوش، هخليهم في الاخر عشان نشوفهم مع بعض في القيس على طول، بدل ما نفتحهم بعدين نشوفهم، واحنا بنقيسهم اهو. ده كلهم الاكسسوارز اهو. عندي هنا طبعا الريسيت اللي فيها بيبقى فيها الارقام عشان لو حابين نرجع، وعندي ده 15% اكسترا كوبون. طيب عندي هنا الشنطة دي انا كنت جبت منها قبل كده، اللي هي شنطة بدولار. انا عندي بنتي صغيرة فمش بتحتاج شنطة يعني تحط فيها حاجة، بس عايزاها كمنظر، وهي الدريس بتاع العيد بتاعها ابيض فعجبتني دي اهي. شكلها جميل قوي، وطبعا سعرها يعني بدولار حاجة يعني اي كلام، فحلوة تفرح بيها زي اخواتها وخلاص. عندي بعد كده دي بنتي الثانية، عجبتني الشنطة دي، هتليق مع لبس العيد بتاعها، حلو قوي، جميله جدا. وهنزل لكم طبعا شكلها وسعرها على جنب الشاشه، هتلاقوه في رينج 4 دولار 5، انا مش فاكر الرقم. حلو قوي الصراحه، عجبتني قوي، وحجمها حلو، وجلد جلد مش بلاستيك، لا جلد، حلوه جدا جدا. وحلو قوي الاطار اللي هو الالوان ده، زي ما قلت لكم ان اغلب الاوردر طرح. يعني عندي ده طرحة شيفون كريب، عشان طبعا الحر محتاج الحاجات اللي زي كده اهو، كذا لون. انا دي الالوان اللي جايباها، هفتح لكم واحدة عشان نشوف حجمها، هوريكم حجمها في اللبس. نخلص الطرح وبعدين نشوف اللبس مع بعض. ادي الوان الطرح الشيفون اللي انا جايباها، وكلهم يعني هتلاقيهم بس اسعار مختلفة ما بين 2 3 4 مش اكتر من كده. حجمهم حلو، يعني انا كنت جايبة منهم قبل كده وعجبوني جدا وعجبوا اصحابي، والمرة دي انا جايبة لاصحابي مش ليا. عندي الطرحة الديجرادي دي انا كنت جايبة منها قبل كده في بيتي، هتلاقوه في الفيديو اول فيديوهات نزلتها عشان عجبتني وتحفه، كل اللي شفتها بتعجبه جدا، فانا جبت منها تاني عشان لايقة مع طقم العيد، بتبقى فاتحة في حتة وغامقه، وطولها ممتاز وعرضها حلو جدا برضو، هحاول اوريها لكم في اللبس اهي. دي بقى سعرها اغلى شويه من دول، يعني دي ب6 دولار. هوريكم برضو حجم دول علشان تشوفوهم على الواقع. ادي عندي الطرح الشيفون العاديه اللي انا جايبه منها الالوان دي اهي اهي، هحاول برضو اوريكم طولها وعرضها، هي برضو مش قصيره، حلوه جدا. هنقارنها اهو باللي هي الديجرادي برضو عشان تبقوا متخيلين العرض بتاعها. بس هي عرضها حلو جدا مش صغيرة، هي اهي، هما الاتنين قد بعض قد بعض اهو، وفي الطول وفي الطول كمان قد بعض. تمام، يبقى دي أول حاجة عندي هي الطرح، هوريكم الألوان اللي أنا جبتها. طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي أنا كنت طالباها في الأوردر ده، كنت بدور عليها من بدري، اللي هي البادي، محتاجة بادي بكم لبنتي عشان ساعات بتبقى عندها حاجات نص كم او حاجات كات، محتاجه تحتها كم خصوصا للمحجبات، فطلبت لها البادي ده، جايبه لها اهو، حلو قوي، خامته طريه قطن، شكله جميل جدا وسعره ممتاز ب6 دولار اهو، جايبها 14 سنه. لا صراحه حلو قوي وخامته تحفه، كنت بدور عليه كتير هنا مش بلاقيه. ده البادي. طيب دي الشنطه رقم 3 لبنتي برضو، جبتها لها ملونة عشان هي طقم العيد بتاعها سادة، فجبت لها الشنطة ملونة فظيعة حلوة جدا.
خامتها قماش وحجمها كبير عشان تتصحي من حاجتها بقى، هي كبيره شويه عندها 10 سنين فبيبقى عندها حاجات، وبتتربط كده زي البونبونيه ده شكلها، وعندها ايد، الايد بتتعلق هنا، ولو الايد دي مش عاجبكم شكلها ممكن تعلقوا لها اي ايد، يعني هي عندها شنطه تانية فيها ايد معدن، يعني ممكن تحط الايد المعدن، وانا برضو هصورها وهي لابساها عشان تتخيلوا منظرها. بس الصراحه حلوه قوي على سعرها، يعني ب 5 دولار حلوه جدا، وخامتها حلوه مش وحشه، لا حلوه جدا، عجبتني حلوه جدا. برضو جايبه البنت دي برضو جيبه، احلى حاجه ان كل الحاجات اهي جاي معاها زرار اكسترا، حتى البادي كان جاي معاها زرار اكسترا، معاها حزام، معاها حزام بتاعها. دي جيب جينز، حلوه قوي، خامتها فظيعه، الجينز الخفيف ده هنقيسها هي والشنطه والبادي ونشوف شكلهم في القيس عامل ازاي، بس خامتها حلوه قوي. انا جايبه من الجينز ده البنطلون، هتلاقوه برضو في الفيديوهات الاولانيه اللي على القناه. اللي بعد كده انا اللي جايباه جامب سوت، جامب سوت بناتي اهو، ثلاث مقاسات مختلفين هنشوفهم مع بعض، وسعرهم ما بين 11 ل 15، حلوين جدا. ده واو، مقاس سنتين، الكم بتاعه اهو، وهو هو قصير تقريبا، هيبان في اللبس، ده مقاس سنتين، خامته شبه الكريب كده خفيفه، حلوه جدا. نشوف ومعاه حزام، معاه هنا حزام محطوط في كيس لوحده اهو. اللي بعد كده نفس الشكل بس مقاس كبير، ده جايباه مقاس، جايباه هو اصلا جايباه مقاس 9 سنين، بس هو البنت عندها 7 سنين. نشوف بقى عشان يبقى الجامب سوت مرتاح عليها، نفس الخامه على فكره، الخامه اللي هي شبه الكريب كده، حاساها ممكن يطلع شويه طويل شويه عليها، هنشوفه عليها في الايس ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي، بس هو جميل. اخر واحد ده بقى اللي روعه صراحه، حلو قوي قوي، عجبني ستايله وحسيته حاجه شياكه، ولو عندكم مناسبه. ده اللي جايباه البنت عندها 9 سنين، ده مقاس 10 سنين اهو، اهو جميل جدا. ادي الكم بتاعه شيفون، تل، لا تل، وخامته اللي هي بتاعت الحاجات الناعمه دي اللي عامله زي الزبده، حلوه جدا جدا. هشوفه برده في اللبس، وهي عندي بنتي اللي عندها 9 سنين، جسمها رفيع، جسمها كويس يعني، فهيبقى حلو عليها. طيب اخر حاجه عندي في الاوردر النهارده هي حاجات اولادي، قمصان ولادي برده للعيد، ده مقاس 8 سنين اهو، ده تقريبا كان عليه تخفيض ب 5 دولار، حلو جدا جدا صراحه، جميل جميل جميل، شكله شيك جدا ولونه تحفه، والسواده حلو، سواده زاهي مش مجرب، لا جميل قوي قوي، وهحاول اجيب لكم برده صوره ليه وهو ملبوس. ده بقى كانوا اتنين مع بعض، جايبينهم اتنين مع بعض، المقاسين مختلفين لاختين، روعه، قماشته جميله جدا، قماشته ناعمه خالص وجميل قوي، وهنا ده كبسول مش زراير عشان مش هيبقاش تقيل، لا تحفه، حلو جدا على سعره، كان برده سعره حلو برده. هنزل لكم طبعا كل الحاجات دي على جنب وهحطها في صندوق الوصف. والتاني اخوه بالظبط بس المقاس الاكبر، مقاس 8 سنين. دلوقتي بقى هنشوف الاكسسوارز مع بعض. هنا في حاجات كتيره اللي هي شبه الذهب الصيني، هي بيكون مكتوب عليها جولد بليتد، وهتشوفوا الكلام ده في الصوره اللي هسيبها لكم على جنب. عندي اول حاجه ده انسيال، طبعا الحاجات دي كلها ما فيهاش ترجيع، انا جايباهم طقم مع بعض، الانسيال والخاتم، لاني عندي طقم العيد اللي انا جايبه له الطرحه اللي هو الديجرادين نفس اللون ده، فاهو هو رقيق قوي خفيف جدا، بس هو اتنين على بعض. بالنسبه يعني اهو اهو، ده سعره 4.5، والخاتم بتاعه، الخاتم ده نفس اللون ب2 دولار. هلبسهم برضو معاكم دلوقتي ونشوف شكلهم، اهو الخاتم لونه جميل قوي، وانا طبعا جبته اللي هو جولد كوتد بليتد ده او كوتد، علشان خاطر الحاجات الاكسسوارز العاديه اللي في شي ان بتصدي، فده لو هتلبسيه كده جنب الساعه، شايفين الاثنين مع بعض، رقيق جدا حلو قوي، مع انه خفيف لكنه رقيق، والخاتم شياك جدا. ده اول حاجه عندي، يعني الطقم مع بعضه، الانسيال ب4.5 والخاتم ب2، يعني الاثنين عاملين 6.5. طيب بعد كده عندي كذا خاتم،
في الخاتم اللي هو ده، الفراشة، الفراشة ده ب2.5، كلهم انا جايباهم جولد بليتد زي ما قلت لكم عشان الاكسسوارز العادية اللي في شي ان بتقضي. فانت عايزين تجيبي حاجة من شي ان تعيش، تبقى يا جولد كوتد يا اما تبقى ستانلس. فده ميزته ان هو بيتوسع يجي على اي مقاس. اهو شكله، شكله في اللبس رقيق، بس انا كنت فاكره اكبر شويه من كده لاني بحب الخواتم الكبيره، لكنه جميل جدا وشكله رقيق وبالنسبه لسعره برده ممتاز. في برده ده جواه حرف الاي، ده ب3.5. برده ده بيتوسع اهو. ده حلو ان هو يعني يتلبس زي محبس عشان عريض، بس هو تقيل عشان تعرفي توسعي. حلو جدا وحجمه حلو جميل، شايفين شكله والقلوب اللي فيه جميل، شكله حلو. وزي ما قلت لكم ده سعره 3.5. في بعد كده اللي هم دول الخواتم، دول انا جايباهم لبناتي بحروف اساميهم. ده خاتم بحرف الام، الخاتم اللي بحرف الام ده ب$3 اهو. طبعا هو جاي على ايدي بس هو طبعا بيتضيق، فده انا جايباه لبنتي. وفي واحد تاني جايبه لها اللي هو الهاج ده، سعره رخيص جدا فقلت هجيبه اجربه. ده بدولار برده، ذهب صيني مش اكسسوار عشان من لونه ما يغيرش اهو. ده حلو جدا لو انت عايزه عندك حواليكي بنات صغيرين عايزه تجيبوا لهم كهديه، ده حلو جدا اهو. برضو اللي هو الهج ده جبت منه 2 عشان جايبه تاني هديه عندي. بعد كده في في ده انسيال، الانسيال ده ب$5 اهو، اللي هو بيبقى فيه الابيض والاسود ده البلغاري لو انتوا بتحبوا الحاجات اللي زي كده اهو. ده بيبقى شكله في اللبس رقيق جدا وشكله شياكه. بعدين عندي ده ودي سلسلتين، دي سلسله كذا طبقه زي ما انتم شايفينها كده في الصوره. لا دي طبقه واحده، اللي الطبقتين اللي هي دي اللي هي فراشه رقيقه قوي، ادي شكلها. وزي ما قلت لكم جبتها كوتد علشان ما تتغيرش، لان جبت حاجات كتير حتى هنا من محلات كبيره هنا في امريكا برضو بتغير. حلوه جدا جدا ورقيقه، شكلها رهيب صراحه. ودي بقى 3 طبقات، الصورة شكلها جميل جدا وسعرها $5. دول بيتلفوا مع بعض، يعني بيتلفوا على بعض كل واحدة جاية لوحدها 3 طبقات. خلاص انا دي بقى هوريها لكم في اللبس، بس نشوف خامة السلسلة. خامة السلسلة جميلة وتقيلة مش خفيفة، بس فعلا يا رب يكون ما بيغيرش بجد. دي هوريها لكم في اللبس، دي ودي هوريها لكم في اللبس على بنتي. اخر حاجة عندي الخاتم ده، هنفتحه مع بعض. ده $5. واو حلو جدا جدا جدا، فعلا جميل قوي، شكله شيك جدا. وبرده ميزته ان هو بيتوسع، شايفين في اللبس شكله جميل ازاي، روعه، حلو قوي قوي. وكمان في الفص الاسود لايق مع انا لسه واخده بالي دلوقتي، لايق مع ده، ممكن تلبسه كطقم يعني، ممكن البسه كده كطقم. طبعا الناس اللي زيي بتحب الاكسسوارز هتبقى دي طبعا اكتشاف بالنسبه لهم، عشان انا بحب كنت اجيب الاكسسوارز دي من مصر وكده، وهنا كل ما بجيبها بلاقيها بتغير لونها، لكن انا كنت بدور على الحاجات اللي الذهب الصيني بتعيش اكتر معايا. اهي حلو جدا جدا صراحه، كلهم حلوين عجبوني قوي. يمكن ده الوحيد اللي اتصدمت في حجمه، ما كنتش متخيله ان هو صغير كده، بحب الحاجات الكبيره شويه. بس حتى دي سهله عادي، هدي لواحده من بناتي عشان هم بيحبوا الحاجات دي، بيتبسطوا ان هم لقوا حاجه في مقاسهم وكده. فاضل بس دول هوريها لكم في اللبس والسلسله دي، ونشوف بعد كده مع بعض الجامب سوت في اللبس عشان نشوف شكله عامل ازاي. ده الجامب سوت اللي هو المقاس 7 سنين، ادي شكله حلو جدا في اللبس، بس هو اصلا يعني ايه انا جايباه مقاس 9 سنين زي ما انتم شايفين، وفعلا ايه يا دوب مرتاح عشان ما يبقاش ماسك، لان هو لو قصير لو حد كده يعني ايه هيبقى مرفوع كده من هنا وهيبقى مش حلو. هو بس محتاج يتظبط شويه الطول، بس مش مشكله، ومن ورا يا دوب. وانا عندي بنتي دي رفيعه اصلا، فجميل جدا وزي ما قلت لكم فخامته تحفه تحفه يعني، عجبني قوي. ودلوقتي نشوف الجامب سوت الثاني. ده الجامب سوت المقاس 9 سنين، هي بنتي 9 سنين، انا جايباه مقاس 10 اهو. شكله طوله ممتاز يعني يا دوب، وطبعا علشان هي
زي ما قلت لكم هي مش تخينه يعني، هي مش مليانه، فحلو عليها بالظبط مظبوط. حلو جدا يعني. هو طبعا لما يتكوي هيبقى شيك، وكمان محتاج بس ايه احط له حزام هنا. هحط له الحزام ده، عندي حزام كده خفيف هحطه واشوف. ادي شكله بالحزام، يعني حاسه ان هو فعلا لو اتحط له حزام هيديله شكل جميل. وخامته حلوه جدا صراحه، وشكله شيك يعني، تحسه كده مناسباتي اكتر كمان. ده كده الجامب سوت الكبير. وادي شكل الشنطه الجولد اهي، عليه لايقه جدا، خصوصا لو هنلبس حزام. هو فعلا اهو، هو فعلا في مكان هنا اهو للحزام، لسه شايفاه اهو، يعني هو فعلا محتاج حزام في النص يديله شكل اهو. لف كده اهو من ناحيتين. لو هتلبسوها حزام جولد مع الشنطه الجولد لايق جدا، جميل قوي الصراحه، شكله شيك جدا. وادي عندي السلسله اللي هي الفراشه دي اهي، ادي شكلها في اللبس. صراحه جميل، شكلها شيك جدا ورقيقه، وطبعا لو لابسه حاجه مفتوحه شويه تبقى شكلها واضح عن كده. دلوقتي نشوف السلسله الثانيه اللي هي الثلاث طبقات. دي بقى الثانيه اللي هي ثلاث طبقات، وهم معمولين بثلاث اطوال مختلفين، وكل طبقه بسلسله شكلها مختلف عن الثاني. وطبعا بقى ممكن تقدري تلبسي كل واحده لوحدها، وبالنسبه لسعرهم ممتازين. زي ما قلت لكم كلهم مكتوب عليهم ان هم عليهم طبقه جولد من بره، يعني زي الذهب الصيني عندنا في مصر، ومفروض ان هم لونهم ما بيغيرش. هجربهم فتره وبعدين هطلع لكم فيديو اقول لكم فعلا هم ما بيغيروش ولا كلام فاضي يعني. دي كانت اخر ما حاجه معايا النهارده، وده كان كل الحاجات اللي احنا جبناها في اوردر العيد. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير وتجارب تانية كتير، ويا رب تكون تجربتي النهارده عجبتكم.